راديو أوريانت بترد الروح. زاوية حرجة مع حازم العريضي. مرحبا بكم في لبنان، ثورة أم ماذا؟ عنوان حلقتنا اليوم. مستمعينا، احتجاجات شعبية بدأت على أزمة نفايات منزلية لتتشعب اليوم إلى مطالب متعددة ناقمة على الطبقة السياسية في لبنان. يرى البعض بأن هذه البداية مشابهة لانطلاق الحراك في أكثر من بلد عربي ولو بعد تأخر لما يقارب 5 أعوام، إلا أن آخرين يرون أن ما يدور في لبنان ليس أكثر من تحركات مطلبية لن تتجاوز هذه الهوية. ولكن هل تفوت القوى السياسية الفرصة لاستغلال التظاهرات العفوية وتصفية الحسابات التي تتجاوز حدود لبنان إلى الملعب الإقليمي؟ في كل الاحتمالات تتصاعد الأصوات المحذرة من الفوضى إن تأخرت الحلول، بل إن العفوية في الحراك الشعبي إحدى التهم التي يضاف إليها تدخلات المندسين وخيوط المؤامرات الكونية، ما يذكر بالتصنيفات والاتهامات التي لطالما استخدمها حراس الأنظمة في غير بلد عربي بمواجهة صوت الناس ونفاذ صبرهم على فساد وفشل أو حتى إجرام الطبقة السياسية في بلدانهم. وبالتالي نسأل في المحور الأول: ما حقيقة ما يدور في لبنان؟ وهل هو ذاهب إلى الفوضى؟ ونناقش في محور آخر سؤالنا الثاني: ألا يمثل حزب الله وشركاؤه النظام في لبنان، أم أن الطبقة السياسية كلها مدانة؟ للبحث في هذه التفاصيل وغيرها تحت عنوان في لبنان ثورة أم ماذا، نرحب بضيفي الكاتب الصحفي العراقي نجاح محمد علي والكاتب الصحفي اللبناني لقمان سليم. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ لقمان سليم. بداية، بكل وضوح، ما الذي يدور في لبنان؟ هل نحن أمام ثورة شعبية، أم فقط على مستوى مطالب هناك تحركات مطلبية وما إلى ذلك؟ مساء الخير. في سبيل المزيد من الوضوح، أود أن نضيف إلى الوصفين اللذين تفضلت بهما، الثورة والحركة المطلبية، مفردات أخرى. أعني بذلك كلمة ضيق ذرع أو قلة صبر مثلا. ما يجري في شوارع بيروت وتحديدا في العاصمة اللبنانية، في وسط العاصمة اللبنانية، هو مزيج من كل ذلك، مضافا إليه كل ما يمكن أن يتخيله المرء من تدخلات. أولا، اللبنانيون في ضيق ذرع وفي قلة صبر مما يعانونه منذ سنوات من فساد على أعلى مستويات السلطة. وإذا كانت أزمة النفايات قد كشفت حقيقة ما، فهي أنها كشفت أن لهذا الفساد أسماء وأن له أرقاما، وأن هناك ما يشبه ائتلافات الفاسدة بين رجالات السلطة، حتى وإن انتموا إلى تيارات سياسية مختلفة. ولكن هل يمكن القول بأن ما جرى منذ السبت الماضي هو مجرد حركة مطلبية؟ بطبيعة الحال لا. كل القوى السياسية التي أدهشها أن ينتفض اللبنانيون فجأة لحقهم في حياة
مضيفة على الأقل لكي لا أقول كريمة، فوجئوا أظن بحجم التوافد الشعبي أو الائتلاف الشعبي حول هذا المطلب. وهنا بدأت القوى السياسية أولا في محاولة، بعض القوى السياسية في محاولة مصادرة هذا التحرك لمصلحتها، وهنا أعني تحديدا حزب الله الذي حاول أن يستغل هذا التحرك الشعبي للثأر من خصومه، كما حاولت السلطة نفسها أن تجرد من يسمون اليوم في المصطلح اللبناني بالمندسين أو بالمشاغبين، لكي تعطي عن هذا التحرك المطلبي الشعبي العفوي الحقيقي المبرر المشروع وجها آخر، وأن تقول لعموم اللبنانيين انظروا ماذا يحدث إن طلبتم بحقوقكم، إن تطالبوا بحقوقكم فلن يكون إلا خراب لهذا البلد. سيدي يعني الكريم، هناك من حاول أن يحول هذه الحركة المطلبية إلى هذه السلطة أو خراب البصرة، في حين أن الطرف الآخر يحاول أن يستغلها لتحقيق مآربه السياسية. سنتطرق نحن لبعض التفاصيل المتعلقة باستغلال قوى سياسية أو عدم استغلالها لهذا الحراك، ولكن بداية أنت إذن ترى بأن المسألة هي فوق مستوى التحركات المطلبية، قد تكون تعددت وتجاوزت هذا الحراك باتجاه أقرب ما يكون إلى الثورة الشعبية. يعني لا أحب كلمة ثورة شعبية، لأن عندما نتحدث عن ثورات نفترض بأن هناك مقدمات سياسية واجتماعية واضحة، وأظن بأن ما جرى كان يوم السبت الماضي تحديدا كان تعبيرا لبنانيا متعدد الأطراف عن حالة ضيق ذرع متراكمة منذ سنوات. أما الكلام عن ثورة فلا أظن بأن القوى التي تشارك اليوم في هذه التحركات تملك أي شكل من أشكال التماسك الاجتماعي أو تملك خطابا سياسيا واضح المعالم. نعم فكلمة ثورة كلمة مبالغ فيها بعض الشيء. إذن أكرر الترحيب بك أيضا ضيفي الكاتب الصحفي العراقي نجاح محمد علي. أستاذ نجاح، بالمقابل قراءتك كمحلل، لماذا هكذا تحركات قد لا تصنف بوارد الثورة ويؤخذ عليها العفوية نفسها؟ هناك كثير من المحللين من المراقبين يعني أخذوا على هذا تحرك بأنه ليس منتظما ضمن إطار سياسي معين، يعني العفوية قد تكون تهمة حتى. أرحب بك أولا وبالضيف الكريم والأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أنا أتفق إلى حد ما مع ما طرحه الأخ الزميل فيما يتعلق بأنه ما يجري في لبنان وحتى ما يجري في العراق، طبعا تعرف نحن في العراق أيضا نشهد مظاهرات ربما أكبر حجما بكثير من المظاهرات التي حصلت في لبنان، وهي لا تزال مستمرة كل أسبوع. لا أستطيع أن أسميها بالثورة، ولا يمكن أن تخرج من إطارها المطلبي، بالرغم من تدخل قوى سياسية كما أشار الأخ الفاضل لتوجيه هكذا مظاهرات لتحقيق مطالبها السياسية. لكن بالتأكيد لا يمكن أن تكون مثل هذه المظاهرات مظاهرات عفوية، بالرغم من أن أهدافها في البداية هي أهداف مطلبية كما تفضلتم يعني كلاكما. أنا أقول أنه يعني فيما يتعلق بإشارتك البكية جدا أنه ربما نحن نشهد ربيعا عربيا جديدا، أنا أقول نعم، نحن نشهد في المنطقة تحديدا وليس ربما في لبنان فقط، نشهد إرهاصات ربيع عربي جديد بغض النظر عن دوافعه وبغض النظر عن الجهات التي تحركه وبغض النظر عن أهدافه، وهي طبعا تفتيت المنطقة. من وجهة نظري أنا أنظر لهذا الربيع العربي الجديد وأنظر للربيع العربي الأول نظرة سلبية، من زاوية سلبية، وأكرر على الرغم من أن المحتجين أو الناس الذين يتظاهرون لديهم مطالب مشروعة ولديهم دوافع مشروعة، لكنني دائما أخشى من الجهات التي تقف خلف هكذا مظاهرات في لبنان. أريد أن أركز على نقطة جدا مهمة
نعم. وهي أنه لن نشهد ثورات شعبية، لن نشهد ثورة جامحة تسقط النظام السياسي الفاسد، لأن الطائفية التي تكرست في لبنان هي التي تحول هنا، ستكون الطائفية بنفع النظام السياسي الفاسد، هي التي تحول دون أن تسقط هكذا مظاهرات النظام السياسي الفاسد في لبنان. وطبعا نفس الشيء في العراق، نحن لأنه أعتقد يعني المقاربة تقريبا متلازمة بيننا وبين الأخوة في لبنان، وقد يكون في سوريا أيضا. أيضا في العراق لا أعتقد، في سوريا هناك فرق في الموضوع. أنا أتحدث عن النظام الموجود الحالي. طيب. النظام السياسي الحالي في العراق والنظام السياسي الحالي في لبنان كلاهما يقومان على المحاصصة الطائفية، المحاصصة العرقية، هذا وخصوصا الطائفية، لأنه نحن في العراق الآن المظاهرات هي في الجنوب وفي الوسط تقريبا، عدا المناطق السنية اللي في الغرب والمناطق الكردية. الطائفية هي التي تحول دون أن تتحول المظاهرات إلى ثورة عارمة، وهنا يتحمل المسؤولية الشعب نفسه، يعني هذا الشعب الذي يتظاهر لتحقيق مطالب ليحتج على النظام السياسي الفاسد، هو أيضا الآن يتمترس بالطائفية. يعني بكرة هل تصير انتخابات في العراق على سبيل المثال، أو تصير انتخابات في لبنان، راح تشوف أن الطرفين السنة يذهبون للتصويت لصالح مرشحي السنة لكي لا يفوز الشيعة، وبالعكس الشيعة يقومون بنفس الدور، لأن التركيبة الاجتماعية تفتتت في مجتمعاتنا. في لبنان اتفاق الطائف أوقف حربا أهلية استمرت 15 عاما، لكنه هذا الاتفاق كرس الطائفية وفتت المواطنة كما فتتها عندنا في العراق الغزو الأمريكي. أستاذ نجاح، أنت ذكرت كثيرا من التفاصيل. نعم أستاذ نجاح، أنت ذكرت كثيرا من التفاصيل، ولكنك وكأنك حين تصف الحراك، واليوم نتحدث بالدرجة الأولى عن ما يدور في لبنان، يعني أنت تصفه بأنه لن يرتقي إلى مستوى الثورة الشعبية، أن هناك مانعا أمامه ما ذكرته من الطائفية. ولكن بالمقابل أنت كذلك الأمر، أنت تأخذ على هكذا تحرك أو غيره ما أسميته ربيعا عربيا جديدا إنجاز التعبير، أنه له دوافع ما، وكأنك تشير لتفتيت المنطقة في النهاية، وكأنك تشير إلى أياد كالعادة، يعني ما يسمى بالمؤامرات الخارجية وما إلى ذلك. بالضبط، لكنني لا أقول أننا نشهد ربيعا عربيا جديدا، أقول نشهد إرهاصات إذا تطور الحال في أماكن أخرى ربما في دفيد. أنت يجب أن تتذكر تحذيرات الرئيس الأمريكي، وهي ليست مجرد تحذيرات لدول الخليج العربية، هذه إشارات لعما سيحصل في دول الخليج العربية عندما حذرها من أن الخطر الأساس الذي يتهددها هو ليس، يعني بكلمة واحدة أستاذ نجاح، من داخل شعوبها. يعني أنت تستشهد الآن، نعم، بأنه يعني لابد بأنه ما يسمى بالشيطان الأكبر أو الولايات المتحدة، بأنها هي التي تلعب دور يعني لتركيب هكذا مؤامرات، يعني بمعنى آخر وبكلمة واحدة، أنا لا ترى بأن هناك عفوية، عفوا أستاذ نجاح، لا ترى بأن هناك عفوية شيء مطلبي ليس داخلا بالبداية بأي مؤامرات وما إلى ذلك، ليس من حق هؤلاء أن يطالبوا بتغيير ما أسماه الأستاذ لقمان نفاذ الصبر على الفساد؟ من حقهم أن يطالبوا، أنا أتفق معه تماما في قضية نفاذ الصبر، لكنني أقول أنه لا يمكن أن تخرج مظاهرات عفوية في مجتمعاتنا. وأنا كنت سياسيا وعملت في المعارضة وأعرف جيدا كيف يتم تنظيم تظاهرات. يعني طيب. في لبنان ربما في البداية عندما خرجوا باتجاه مجلس النواب كانت تظاهرات عفوية، لكن بعد ذلك تم تصويبها وتوجيهها باتجاه آخر. إذن دعني أستمع. أقول أنه نعم. ربما أستاذ نجاح، إذن من وجهة نظرك أود فقط أن نستمع تعليق أستاذ لقمان سليم، يعني في لبنان إذن ما تقوله أستاذ لقمان، ما حدث قد يكون عفوي بانطلاقته
ويتفق معك أستاذ نجاح محمد علي بأنه لابد من أن الناس لهم الحق في التعبير عن نفاذ صبرهم أمام فساد الطبقة الحاكمة ما إلى ذلك، ولكن أن المسائل لا تذهب باتجاه العفوية، هي لابد مبرمجة وما يسمى يعني ما يهدف إلى تفتيت المنطقة وما إلى ذلك. يعني أظن بأنه علينا أن نقارب الموضوع مقاربة مجهرية بعض الشيء لكي نفهم كيف تدحرجت الأمور بهذا الشكل. أولا، المطالبات الشعبية سواء فيما يتعلق بالنفايات أو بالكهرباء أو بغيرها هي مطالبات لم تتوقف يوما خلال السنوات الماضية، كانت مطالبات مبعثرة، كانت مطالبات مشتتة لا يجمع بينها جامع. ولكن اليوم في بيروت مع حكومة غير قادرة حتى على الاجتماع أحيانا، لئلا أقول بأنها غير قادرة على اتخاذ القرارات، مع مجلس نواب لا يفعل إلا أن يمدد لنفسه، مع رئاسة جمهورية شاغرة منذ ما يزيد على العام، وصل الاحتقان الشعبي إلى مستوى دفع بقطاعات واسعة من اللبنانيين إلى التظاهر. وبهذا المعنى أود أن أؤكد بأن بداية التحرك كانت بداية عفوية وحقيقية، وهذا ما نرى عكسه اليوم عندما نرى كيف أن الأحزاب السياسية وتحديدا حزب الله وحلفائه في التيار الوطني الحر يحاولون التسلق على هذه المطالبات وتحويرها في غير الاتجاه الجامع المواطني الذي تريده. للأسف في لبنان ولنكن صريحين بأن الحكومة وتحديدا فلنقل تيار المستقبل يثبت مرة جديدة بأنه على مستوى متدن جدا 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 من الخيال السياسي، فعوض أن يحول هذه الطاقة الشعبية، عوض أن يحول هذا الوقود الشعبي إلى مصلحة أو أن يجيره لمصلحة القضية السيادية، نراه يتصرف كما تتصرف كل الأنظمة العربية، ونرى رجال الأمن يتصرفون بشكل لا يليق لا بلبنان ولا بمن يعطيهم. ولكن أستاذ لقمان، يعني وكأنك في كلامك هذا يعني تنفي حضور ما يسمى المجتمع المدني أو أي شيء من هذا القبيل في لبنان، علمنا بأننا يوميا نرى كثيرا من العناوين، بداية بما أسميت حركة طلعت ريحتكم ومرورا بسنحاسب وغيرها. يعني فلنتفق بأن طلعت ريحتكم أو بدنا نحاسب أو غيرها هي مجرد أسماء حركية، ولكن مادة التظاهر يعني عصب التظاهر لم يكن هذه المجموعات الصغيرة، وإنما كان ما نجحت فيه من إطلاق شعار، من تحويل شعار النفايات إلى شعار جامع. ولربما لأن المجتمع المدني أو ما يسمى المجتمع المدني الذي دعا إلى هذه المظاهرات ونجح في دعوته، علينا الاعتراف بأنه نجح في دعوته لأنه عمليا ضعيف وقليل التمثيلية، نرى أن بعض القوى السياسية تتسلق بسهولة على هذا التحرك من خلال وعده بالحماية أو من خلال التحيز له ضد من هم في السلطة. ولكن يعني أستاذ لقمان، التي أود أنت تتفق إذن بأن ما حدث قد يكون هناك أيادي خفية هي التي حركت حتى ما يسمى المجتمع المدني؟ يعني يعني لا أقول بأن هناك أيادي خفية حركت المجتمع المدني، ولكن هناك أيادي خفية تحاول اليوم في هذه اللحظة التي نتحدث فيها أن تأخذ بيد المجتمع المدني إلى حيث يجب ألا يذهب، تحاول أن تأخذ بيده إلى متاريسها، تحاول أن تأخذ بيده لترفع من خلال يده شعارات ليست شعاراته. ولكن فلنكن متفائلين بعض الشيء، فمنذ ساعات الصباح هذا اليوم بدأت أطالع على وسائل التواصل الاجتماعي شعارات من قبيل كيف يمكن لمن يدعم نظام البراميل في دمشق أن يعارض النظام السياسي في لبنان. أظن بأن هذا التشكيك بالوجهة التي يتجهها
التحرك المطلبي ومطالبته بموقف صريح من النظام من حيث هو صورة عن أنظمة أخرى، أنظمة قد تكون لربما لبل هي فعلا أكثر قمعية. هذا الوعي الجديد ضمن الحركة المطلبية ليس بالأمر الذي لا يمكن التوقف عنده. اليوم هناك الكثير من المتظاهرين يقولون صراحة نحن نتظاهر باسمنا، نتظاهر باسم قضيتنا، ولا نتظاهر باسم الشعارات التي تريدوننا أن نرفعها. نعم أستاذ لقمان. أستاذ نجاح محمد علي، بالمقابل يعني بالتقييم العام يعني المنطقة ملتهبة بشكل عام، يروج السياسيين كثيرا لشعارات الحرب على الإرهاب يعني في العواصم الدولية أو حتى الإقليمية. هل لبنان يحتمل تغييرات جذرية قد تقود إليها هذه الحالة اليوم؟ لا بالتأكيد لبنان لا يحتمل مثل هذه التغييرات الجذرية ولا المنطقة، لكن مثل هذه المظاهرات إذا اتسعت وإذا تطورت وخرجت عن إطارها المطلبي بالتأكيد ستكون فرصة لكي يدخل الإرهاب مرة أخرى، كما دخل إلى سوريا وإلى مناطق أخرى في ليبيا مثلا وفي العراق أيضا بذرائع مختلفة، وتتحول ما كنتم تسموه مثلا أنتم في سوريا بالثورة السلمية أو بالسلمية إلى ثورة المسلحة، تريد إسقاط النظام عن طريق استخدام السلاح وبمختلف الوسائل غير المشروعة. بالتأكيد في لبنان النظام السياسي الحالي الموجود الحالي لا يستطيع أن يخرج عن هذا الإطار النظام السياسي. ربما المواطنين يريدون تغييرا في هذا النظام، لكنه أنا أعتقد من التجربة العامة ومما لاحظوه من خراب ودمار وخصوصا في سوريا التي تجاورهم، لا الشارع اللبناني لن يرفع سقف مطالبه إلى أكثر من هذا الشيء. إذن برأيك من المطالب المطلبية الاجتماعية، وأيضا أكرر مرة أخرى إلى أن حتى المتظاهرين الذين تظاهروا ضد النفايات وربما تتطور تظاهراتهم ضد الفساد كما رفعوا في الشعارات الأخيرة، لن يخرجوا أيضا عن المحاصصة الطائفية التي عبئوا لها ولا يمكن أن يخرجوا منها، لأنهم يعرفون في المقابل أنه الغريم الآخر أيضا يستخدم السلاح الطائفي لتحقيق أهدافه. إشارة طبعا أشار لها الأخ لقمان هي موضوع الفراغ السياسي. أنا أعتقد كل الأمور أيضا في لبنان مرتبطة بالفراغ السياسي، يعني إذا تم حل موضوع الرئاسة وتم الاتفاق على الرئاسة أعتقد ستخمد هذه المطالب وسيجري امتصاص للنقمة وتدوير الفساد مرة أخرى كما يحصل عندنا في العراق. يعني بمعنى أن الأشخاص أو الطبقة السياسية الموجودة ستظل تولد وتنتج فاسدين يتداولون السلطة باستخدام يعني المفروض. إذن أستاذ نجاح يعني تجاوز هذه المرحلة ونجاح مطالب الشعبية هي الطريق الأفضل من عودة تدوير الفساد كما تقول، أليس كذلك؟ بالتأكيد. طيب. وفي لبنان لن يتحقق إلا بحل مشكلة الفراغ السياسي. يعني أنت تلاحظ الآن مثلا حزب الله وميشيل هون اعتقدوا أن السلطة أو الحكومة تريد أن تقصيهم مثلا أو تستهدفهم في قراراتها الأخيرة، لهذا هم قد يستفيدون حتى من هذه المظاهرات. لنكن منصفين، قد يستفيدوا، أنا أقول كل الفاعليات السياسية وكل الاتجاهات الحزبية والسياسية وطبعا المذهبية في لبنان تحاول أن تستفيد من هذه المظاهرات تحقيق مطالبها. دعنا نرى تعليق أستاذ لقمان على هذه النقطة. أستاذ لقمان، إذن يعني بالحقيقة تعليقين سريعين. أريد أن أسألك يعني من ضمن ما تحدث به أستاذ نجاح، أنا لست طرفا في هذا الحوار، ولكن يعني يقول تطور هكذا حراك قد يقود إلى ما تم في سوريا من دعوة للإرهاب كما يسميه، علما نحن نعلم بأنه في الشارع اللبناني يعني قامت الدنيا ولم تقعد من رصاصة مطاطية لأحد يعني المتظاهرين. هذا هو الأمر الذي فهل سيقود إلى الإرهاب؟ وبالمقابل يعني نجاحه هو لابد منه لعدم الذهاب إلى تدوير الفساد كما يقول، وفي ذات الوقت لابد من الحذر منه لأنه يذهب إلى التفتيت. يعني نعم، التعليقات يعني هذا تماما ما أردت التعليق عليه.
فلنحاول أن نتذكر الخط الزمني الذي صارت عليه الأمور. يوم السبت الماضي نظمت مظاهرة وقد فوجئت السلطة بحجم المتظاهرين وبحجم المشاركة العفوية. يوم الأحد كانت هناك دعوة لمظاهرة ثانية وكان العدد أكبر، وهنا وجدت السلطة ممثلة بكل أقطابها لا أستثني أحدا الحاجة إلى التهويل على الناس باسم لن أقول الإرهاب، ما زلنا بعيدين، ولكن باسم استدخال العنف إلى التظاهر. وهكذا وجدنا مجموعات معروفة الولاء تحاول التسلل بين المتظاهرين وتفتعل الصدام مع الأجهزة الأمنية. واستدخال العنف إلى التظاهر هو السلاح الأمضى الذي تستعمله السلطة في لبنان اليوم لإجهاض هذا التحرك. ولكن من جهة أخرى نرى محاولة المصادرة، ويعني عندما نتحدث عن دور حزب الله في مصادرة هذا التحرك نتحدث فقط عن تحريك لعناصر تقوم بالشغب أو بالاندساس، ولكن عندما يحاول حزب الله أن يبرئ نفسه من كل الفساد اللبناني وأن يقول بأن هذا الفساد هو فساد الآخرين وليس فساده هو، فهناك مشكلة عميقة. فحزب الله على الأقل يشارك في السلطة مباشرة منذ العام 2005، وقبل العام 2005 أي خلال فترة الاحتلال الأسدي للبنان كان ممثلا في العديد من الحكومات من خلال أشخاص قريبين منه، وكل هذا الفساد الذي نشكو منه اليوم. يعني أنت أستاذ لقمان أنا ذهبت إلى محورين الآخر، ولكن أنا وددت لو أسمع تعليقك تحديدا عن النقطة التي تقول بأنه يعني حذار للشعب اللبناني بأن يذهب إلى ما ذهب إليه السوريون، وكأنه يقول ذلك أستاذ نجاح لأنه ذلك يستدعي الإرهاب، كيف ذلك؟ يعني بالمختصر إنه ما جرى في سوريا، وهذا يعني السؤال يفترض بنا أن نسأل أنفسنا ماذا جرى في سوريا. في سوريا النظام هو الذي تمكن نجح في تحويل الانتفاضة إلى حرب أهلية، وفي لبنان نعم هناك نذر لاستعمال العنف في سبيل كبح جماح الناس. أظن بأن وصفة استعمال العنف أو العنف كوصفة سحرية تستخدمها الأنظمة لا سيما في مجتمعات منقسمة عموديا منقسمة طائفيا هي الوصفة التي لا يعف عنها أي نظام. والنظام اللبناني اليوم يحاول بعض أركانه استنهاض الغرائز المذهبية في سبيل التهويل على الناس والحيلولة بينهم وبين الاستمرار في المصالحة. نعم أستاذ لقمان، إذن قبل أن نذهب إلى محورنا الثاني يعني في خلاصة أستاذ نجاح، أنا عاد إليك أستاذ نجاح، يعني في خلاصة لحديثنا هذا، هل لبنان يعني هناك من يحذر من ذلك، هل لبنان ذهب إلى فوضى بناء على ما يدور الآن؟ أكاد أقول فوضى بالتخطيط. نعم إذن أسمع من أستاذ نجاح إذا سمحت وأنا أعود إليك. أستاذ نجاح كان لديه تعليق كذلك. تعليقي على ما جرى في سوريا أنه ليس السوريون هم الذين حولوا ما يجري يعني من احتجاجات سلمية إلى فوضى، وإنما أطراف من خارج سوريا وبعضها من لبنان. تيار المستقبل مثلا كان يمد ويبعث الأسلحة قبل أن ينكشف الغطاء عن دعم قطري وسعودي وتركي، وأكثر من 99 دولة تدخلت في سوريا كلها حولت الحراك السياسي أو الحراك المطلبي إلى ثورة أو ما سمي بثورة. أستاذ نجاح يعني أنا سأدعك تكمل، ولكن يعني دور الإخوان المسلمين أستاذ نجاح يعني لتكمل أنا فقط أريد أن أخدم الفكرة. أستاذ نجاح يعني أنت حين تتكلم بأنه تتكلم عن دعم من 80 دولة وما إلى ذلك، يعني معروف في أول يوم الانطلاق، يعني اسمح لي فقط في حين نقارن هنا ونقارب المسألة السورية للمسألة اللبنانية، في لبنان منذ الأسبوع الماضي وهم يتظاهرون وقامت الدنيا وقاعدت يعني عشان واحد من المتظاهرين تلقى رصاص مطاطي، بينما معروف من أول انطلاق الثورة السورية وحتى في المظاهرات التي تمت في درعا في أول يوم سقط 3 شهداء. وأستطيع أن أعد لك يعني وكان السوريون يا أستاذ نجاح، السوريون إحدى المظاهرات كانت تطالب بالرصاص المطاطي. أنا مطلع وأنا أنت تعرف جيدا أنا مطلع وأنا متابع
أنا متأسف صحيح سوري، لكنني أنا مهتم في الشأن السوري من خلال كونه مرتبط بالملف الإيراني وتخصصي في الملف الإيراني، وأعرف كيف يتحرك السوريون وكيف يتحرك الإيرانيون، يعني أعرف المزاج. الآن عندما مثلا تخبرني تقول لي ما رأيك بخلية حزب الله في الكويت، أقول لك هذه كذب. ليش؟ لأن أعرف المزاج العام للإيرانيين بعد الاتفاق النووي، لا يمكن أن يتورطوا مثلا في مثل هذه القضية. أفهم لك المزاج بغض النظر حتى عن يعني أنت تذهب إلى موضوع آخر سيد نجاح. يعني يعني علما أن الخلية الإرهابية كانت تبنى منذ أشهر طويلة بل أستاذ لقمان دعه يكمل فقط. هذا ليس موضوعنا أستاذ نجاح، يعني نستطيع أن نعود إليه، ولكن عندما تعلق على مسألة بأن السوريين هم يعني هناك من تدخل، أليس النظام حين أطلق النار؟ يعني هذه معروفة على كل حال. في بالنسبة للبنان هل هو ذهب إلى فوضى؟ كانت الأسلحة كلها معبئة وموجودة في البنايات ودخلت من لبنان ومعروفة يا حبيبي. حتى معارضين سوريين يعني من أمثال ذكرني فيهم دول المعارضين المدنيين. أستطيع أن أذكرك باسم أول شهيد سوري، محمود الجوابرة يا أستاذ نجاح، إذا حبيت يعني خلال أول 24 ساعة من التظاهر. طيب تفضل. هل تريد أن بنار الأمن هذا؟ هل تريد أن أذكر لك أسماء؟ يعني نحن موضوعنا على كل حال أستاذ نجاح، يا أستاذ نجاح شهداء الجنود السوريين، موضوعنا لبنان، الجنود السوريين الذين أو موظفي البريد الذين كانوا يلقون من أعلى أسطح البنايات، من أعلى أسطح البوابي. يعني باتت الحقيقة أوضح يا أستاذ نجاح، لبنان ذهب إلى فوضى. نعود إلى لبنان. لا، أنا لا أعتقد أن لبنان ذاهب إلى فوضى، لأن كل ما يجري في لبنان أيضا هو جزء كبير منه انعكاس لما يجري في سوريا. إذا ونحن الآن تقريبا مقبلون على حلحلة في الوضع السوري برغم كل ما تشاهده من تصعيد عسكري وميداني، لأن المنطقة ما عادت تتحمل هذه الفوضى الشاملة. طيب. الفوضى الشاملة التي كان يخطط على الإخوان المسلمون بدعم من أطراف. إذن أستاذ نجاح الوقت للأسف، يعني أن لبنان لا سنناقش تفاصيل في النصف الآخر هذا الرابط الذي تتحدث عنه عن تسويات ما في سوريا ولبنان وغيرها. أستاذ لقمان تعليق سريع يعني إن سمحت لنا قبل أن نذهب إلى فاصل. يعني لا أريد العودة إلى الموضوع السوري، ولكن من الواضح أن لبنان ليس ذاهبا فلنقل إلى فوضى بالمعنى المعمم للكلمة، ولكن هناك من يحاول استغلال ما يجري في الشارع لتحسين أجندته السياسية. اليوم من الواضح جيدا بأن هناك طرف في السلطة لا يحسن الدفاع عن نفسه وأن هناك طرف آخر يحاول أن يستغل الشارع لتمكين سطوته على البلد، وأعني بهذا الطرف حزب الله والتيار الوطني. سنكمل التفاصيل بهذه النقطة التي تحدث عنها سيدي. ضيوف الكرام مستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ونعود في النصف الثاني من الحلقة لنناقش مسألة أليس ميليشيا حزب الله وشركائه هم أصلا النظام في لبنان، أم أن المسألة هي ثورة على ثورة أو حراك أو احتجاج على الطبقة السياسية كلها وهي مدانة. فاصل قصير ونعود. انتوا عم تسمعوا راديو أوريونت. لكل تيار اتجاه، ولكل اتجاه قوة، ولكل قوة أضلاع، تتشكل فيما بينها زاوية حرجة. زاوية حرجة كل سبت واثنين وأربعاء في الخامسة بتوقيت دمشق. مستمعينا، في المحور الثاني من حلقتنا اليوم تحت عنوان في لبنان ثورة أم ماذا، نناقش ألا يمثل حزب الله وشركائه النظام في لبنان أم أن الطبقة السياسية كلها مدانة. نتابع مع ضيفي الكاتب الصحفي العراقي نجاح محمد علي والكاتب الصحفي اللبناني لقمان سليم. أستاذ نجاح، هناك وجهات نظر كثيرة، وقد يكون أشار الأستاذ لقمان سليم في ما تحدث به قبل أن نذهب إلى الفاصل، وتكرر ذلك على لسان كثير
كثير من المحللين من اللبنانيين بأن أصلا ميليشيات حزب الله وشركائه يعني والأمور واضحة بالنسبة للتيار الوطني الحر مثلا التيار العوني هم أصلا شركاء في الحكومة ويذهبون إلى تعطيلها والآن إلى إسقاطها عبر ركوب موجة الاحتجاجات القائمة. يعني تعليقك. أولا أتحفظ بقوة وبشدة وأرفض تسمية حزب الله بميليشيات وهذا عيب. يعني لا 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 تقولنا عيب أستاذ، يعني نحن بالنسبة لنا نحن نستمع إلى وجهات نظر مختلفة ولكن هم في سوريا ميليشيات. اسمح لي احنا لازم نتفق على التعريفات. يعني محمد علي شو بدنا نسميهم؟ حركة إسلامية أسميه حزب الله؟ أسميه حركة مقاومة؟ ما أسمي ميليشيات يا أستاذ. أكيد غير مقاومة، أنا أتحفظ على كلمة مقاومة من هنا إلى القدس. المقاومة التي رفعت رأسك اللي رفعت. لا على مهلك أستاذ نجاح. المقاومة تدافع عن نظام البراميل في دمشق. كيف أنتم عملاء تتحدثون؟ أستاذ نجاح نحن يا أستاذ نجاح نحن نفتح الباب نحن نفتح الباب لهذا الحوار أستاذ نجاح وأستاذ لقمان. نحن نفتح هذا الباب، أنت يعني نطلب منك عدم الذهاب إلى اتهامات شخصية عملاء وما إلى ذلك. نحن معتادين على سماع ذلك من يخالفنا الرأي، ولكن لدينا من الثقة أن نستمع إلى كل وجهات النظر، ولكن ضمن لياقات الحديث إذا سمحت. أما لقمان عندما يتحدث وهو عندما يتحدث عن حزب الله بهذه الصيغة من لبنان من لبنان تحديدا فهو يتحدث دفاعا عن إسرائيل وبالتحالف مع إسرائيل. أنا أتحدث دفاعا عن لبنان وأتحدث دفاعا عن اللبنانيين بما فيهم الشيعة. أتحدث دفاعا عن اللبنانيين الشيعة الذين يأخذهم حزب الله إلى المجزرة. اسمحوا لنا اسمحوا لنا لبنان الذي لم يبقى منه ضيوف الكرام. يا سيد نجاح يا سيد نجاح أستاذ لقمان أستاذ نجاح أستاذ نجاح أنت تود أن تخرج عن الموضوع. يا سيد نجاح سيد نجاح سيد نجاح بداية أنا من سميتهم ونحن هذه سياسة بالنسبة لنا تمثل كثير من السوريين. هناك 12 مليون سوري خارج من منازلهم. أستاذ نجاح أستاذ أنت تسميه أنت سميه أستاذ نجاح أنت سميه ما شئت، ولكن بالنسبة لنا حزب الله يدخل كميليشيات إلى أرضنا. لا يأتي يتحدث الشيعة في لبنان. أما يعني تزيل عنه صفة تزيل عنه صفة تزيل عنه أكيد الشيعة الحسين بن علي ليسوا الشيعة الذين يظاهرون نظاما يقتل شعبه بالكيماوي وبالبراميل. لا نريد أن نذهب إلى سجال. يا سيد نجاح سيد نجاح سيد نجاح الشتائم ممنوع. يا سيد نجاح ذلك أم أبا أستاذ لقمان إذا سمحت. أستاذ نجاح نحن دعنا نبقى في صلب الموضوع، سمهم من شئت، ولكن السؤال والمسألة تتعلق بموضوع التمثيل في الحكومة. أنا أتحدث يا سيد نجاح السوريون يا أستاذ نجاح. أنا مرة تحدثت معك بمهنية إذا تذكر في مقابلتنا السابقة مع بوجود حكم البابا قلت لك وأنا لا تستطيع أن تقول أنني لست محترفا في الصحافة وفي الإعلام طيب. يجب أن لا تطرح أسئلة افتراضية، لا تقول لي ما رأيك بما تقوم به ميليشيا حزب الله. بالتأكيد أنا لست أنا لم أقول لك ميليشيا حزب يا سيد لا حول ولا قوة. يا أستاذ نجاح لا تنتقد موضوع الحرفية وما إلى ذلك. كل الاحترام لك، نحن قلنا لك الموضوع هناك أصوات كثيرة تقول بأنه حزب الله أنت تسميه حزب الله وبالنسبة للسوريين يسمونه ميليشيات حزب الله، هم ممثلون في الحكومة اللبنانية وهم في ذات الوقت يذهبون إلى تعطيلها، هذا موضوعنا، واليوم إلى السعي في إسقاطها. ما تعليقك على ذلك أستاذ نجاح؟ أنا أقول أن النظام السياسي الحالي الموجود يتعارض مع، أنا قلت لك في البداية قلت لك ربما حزب الله وحتى التيار الوطني يريد أن يستفيد من هذه المظاهرات للدفاع عن نفسه عندما يرى أن هناك جهة أخرى من داخل الأطراف السياسية في لبنان تريد أن تصوب هذه المظاهرات لتكون ضد حزب الله كما حصل في سوريا. الآن حتى هي الحكومة، هو من الذي أطلق النار على المتظاهرين؟ هل أطلق النار على المتظاهرين حزب الله أم الجيش اللبناني؟ من الذي اعتقل يوم أمس أو قبل أيام أحمد مثلا المغسل وسلمه إلى السعودية؟
حزب الله أم اللبنانيين، الجيش اللبناني أو المخابرات اللبنانية أو المخابرات التي طلب السلطة ب 14 آذار وسميها جماعة المستقبل وغير ذلك. حزب الله وأنا لا أنا لست ممثلا عن حزب الله، لكنه حزب الله من حقه أن يعطل الحكومة عندما تقوم الحكومة بممارسات من خلال محاولة إقصاء ميشيل عون. وأنت تعلم جيدا أن الأوراق الآن اللعب على المكتوب، يعني الفراغ الرئاسي وحتى الاجتماع لمجلس النواب يجري كله على المكشوف، شيلني وأشيلك، هذا نظام هذا المحاصصة. أما أن تلغي نظام المحاصصة نهائيا فذلك الوقت حزب الله يجب أن يندمج مع المجتمع المدني أو مع المجتمع اللبناني كبقية الناس. أنت عندك ميليشيات من كل الجهات، إذن الأطراف الأخرى ميليشيات وهي خارج السلطة. أستاذ نجاح، إذن يعني استخلص من كلامك أطراف أخرى هي التي تعطل الدولة في لبنان، يعني ليس بالتأكيد طيب خلينا نسمع أطراف داخلية فقط. طيب خلينا نمشي بمنهجنا سيد نجاح، نستمع لوجهات نظر من باب التوازن. أنت تحدثت بما لديك. نحن لا أريد ملاحظة أخرى. طيب تفضل. فيما يتعلق بالفراغ السياسي والأزمة السياسية في لبنان هي أيضا ليست بعيدة عن الصراع الإقليمي بين إيران والسعودية. أنا أتحدث على المكشوف، أنا أتحدث بكل صراحة. طيب سنتطرق لهذه النقطة لاحقا. ما يجري في لبنان يعني خلينا واحدة واحدة زي ما بحكوا. سيد نجاح موضوع التأثير الإقليمي سنتطرق له، ولكن بداية مسألة مسؤولية التعطيل يا أستاذ لقمان سليم، يعني أنت كمواطن لبناني كصحفي كاتب صحفي في لبنان، بالمقابل الطرف الذي يمثله كما يسميه سيد نجاح محمد علي حزب الله أو كما تسميه السوريون ميليشيات حزب الله هو طرف ليس مسؤولا عن التعطيل الدولي. لا دقيق، ليس السوريون كثير 12 مليون. طيب يا سيدي يا أستاذ نجاح أنت توقف هناك 12 مليون السوريون. طيب يا أستاذ أنت تدافع عن السوريين الذين لا يريدون أن يقولون ليس موضوعنا يا سيد. السوريون يمثلهم ما يصير تقول سوريون، نحن بالنسبة لنا لا يمثلنا يا سيد نجاح، بشار الأسد رأس النظام بالنسبة لنا قاتل ومجرم وليس يا سيد نجاح. أنت تتوقف عن نقاط عن تفاصيل. عازم أنت ومجموعتك مو السوريون. طيب يا سيدي من يمثل هذا الكلام؟ طيب بالنسبة وخاصة أنت ذكرت بالنسبة لبشار الأسد نحن لا ندعيه أبدا رئيس السوريين، هناك 12 مليون سوري لم يصوتوا هم خارج منازلهم. مع كل حال أستاذ لقمان سليم يعني لنبقى في موضوعنا أستاذ نجاح، نريد أن نبقى في موضوعنا يا أستاذ نجاح، يعني تحدثنا بهذه المسائل في حلقات أخرى. أستاذ لقمان سليم المسؤولية عن التعطيل. أنا أريد تفضل أستاذ لقمان. عفوا ما مسألة ما المسؤولية عن التعطيل، يعني أستاذ نجاح يقول بأنه الأطراف الأخرى قد تسمى المناوئة لمن يدافع عنهم، يعني هم الذين يعطلون يعني مستقبل يعني غير 14. أظن بأنه علينا أن نعود إلى بعض المقدمات الأولية، ما هي وظيفة لبنان من وجهة نظر حزب الله وما يمثله حزب الله على الساحة العربية؟ لبنان اليوم هو غرفة عمليات إقليمية للمحور الإيراني، بهذا المعنى فحزب الله لا يمكنه أن يقبل إلا بسيطرة شبه كاملة على هذا البلد، وكما سيطر على هذا البلد أحيانا من خلال القوة العارية وهذا ما شاهدناه في أيار 2008 وما شاهدناه خلال مواسم عنف أخرى، فحزب الله عندما وجد بأن انتخابات الرئاسة لن توصل إلى هذا المنصب من يمكن أن يغطيه مسيحيا، أي من يمكن أن يغطي مشروع حلف الأقليات وما أشبه مسيحيا، قام بالتعطيل. وهذا الأمر بسيط وواضح ويكاد طيب يا حزب الله سيد أن يقوله بنفسه. سيد لقمان، ولكن المسيحيين أنفسهم بعضهم طبعا يعني كي لا نعمم يعني يقولون بكل وزير رئيس، يعني هذا هكذا يقول العوني، يعني
هذا ما وصلنا إليه، ولكن هذا هو أحد الآثار الجانبية للفراغ الرئاسي. اعتماد فكرة بأن كل وزير هو رئيس جمهورية هو باب آخر من أبواب التعطيل، لأن هذا يفتح الباب واسعا أمام عدم اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق أي خارج مجلس الوزراء، وهذا ما يقوله العونيون بالطبع، لأن هذا يعطيهم حق فيتو نهائي على أي قرار يمكن أن تأخذه الحكومة. ولكن دعني أضيف أمرا آخر، بأنه حتى اليوم حزب الله وحليفه العوني أصبحوا في موقف حرج للغاية، وخير دليل على ذلك ما شاهدناه من مواقف متمايزة، وهذا ليس مديحا بنبيه بري، أنه حتى نبيه بري كاد وصفه حارسا من حراس النظام الفاسد وحارسا من حراس الفساد في لبنان، لم يجد من نفسه الطاقة على مجارات حزب الله والتيار العوني من ورائه في كل ما يريدونه. وأظن بأنه علينا أن نرى إلى الأمور تحت عنوان تحت العنوان التالي: هناك نظام قائم على المحاصصة والفساد وعلى النفايات السياسية يحاول الدفاع عن نفسه، وهناك مشروع آخر قضيته ليست في لبنان، والمشروع الآخر هو مشروع حزب الله الذي يعتبر أن الدفاع عن نظام الأسد أو القتال في العراق أو القتال في اليمن مقدم على أي شيء، على أي معطل. لنكن منصفين أستاذ لقمان، بالمقابل أليس الأطراف الآخرين هم الكل شركاء في هذه الحكومة وفي هذا النظام السياسي؟ أكيد، وأنا قلت لك بأن الأطراف يعني بالتالي فقط رمي المسألة، لنكن متوازنين، رمي المسألة وكأن طرف واحد ما يسمى ثماني آذار أو ما إلى ذلك هم الذين يتحملون مسؤوليات الفساد في لبنان. بالعكس، الفساد يتحمل مسؤولياته، كل الأطراف المشاركون في السلطة في لبنان منذ بداية الاحتلال الأسدي للبنان في العام 1990، بدءا من رفيق الحريري إلى وليد جنبلاط إلى سعد الحريري إلى كل من تريد تسميته، أنا لا أبرئ هذا. أنت تسميه سيد لقمان؟ نعم أنت تسميه سيد لقمان. يعني على كل حال، بالعودة إليك سيد نجاح، وهذا يعني أستاذ لقمان يتناول حتى من يعني يدعيهم الشعب السوري بحلفائه في ثورته، ويعني المنبر في النهاية يمثل رأيه بالنهاية. أستاذ نجاح، أنت ذكرت نقطة يعني نود أن نتطرق لها علاقة بمسألة إسقاطات الصراع الإقليمي على ما يدور في لبنان الآن. اولا، لا يوجد حزب الله، لا يقاتل في اليمن ولا يقاتل في العراق، من هذا الكلام يجب ان لا يلقى على العلات. يرسل مستشارين يرسل مستشارين. القي القبض اليوم الصبح في اخبار، لا تتحدث بهذه الطريقه استاذ نجاح. اليوم الصبح في اخبار نازله استاذ نجاح بالنسبه لليمن، اثروا اليوم منهم. طيب كذب مطلق، كمثل الشهداء حزب الله في الكويت. انا انفي ولست ممثلا عن حزب الله، انفي لاني اعرف الستايل، اعرف كيف يعمل حزب الله وكيف تعمل ايران. أنا يعني انا اطالع الصحف وارى بان بعضهم يقتل هنا وهناك، انا لا اعرف شيئا اكثر من ذلك، انا اقرا صفحات النعاوى فقط. استاذ لقمان، دعنا نستمع اليه اذا سمحت. تفضل. طيب استاذ نجاح، كلام جرايد انا اسميه كلام نواعم، أنا أنقل من مصادر مباشرة، أنا أحكي مع المسؤولين، أنا أعرف كيف يتعاملون، أنا أعرف جيدا أن حزب هو قال لك يعني يقرأ النعاوة فقط وليس حتى الجرائد. طيب على كل حال أستاذ نجاح، هو ينفذ أجندة، واضح من كلامه، لأنه أستاذ أنت تود أن تهاجم أستاذ لقمان أم نذهب إلى حوارنا؟ لا أنا أحتاج، بقي لدينا أربع دقائق فقط أستاذ نجاح. يا أستاذ نجاح، سؤالك مهم جدا. طيب تفضل. أنا جاي أعرج، أنتم ما تكلموني، أنا جاي أحكي عن الموضوع. طيب تفضل. أنا أقول يعني بعد الاتفاق النووي هناك، لا أقول صفقة، لكن هناك تفاهمات أولية بين إيران والغرب أن تكون إيران لاعبا أساسيا كبيرا في المنطقة. حزب الله لا يعتبرها سب أن يدافع عن إيران أو أن يعمل لصالح نظام أجندة ولاية الفقيه، لا يعتبرها سب، لكن حزب الله لديه مساحة كبيرة من الحركة
يتحرك فيها بخصوصية المجتمع اللبناني. كان سابقا يؤمن بقيام حكومة إسلامية، جمهورية إسلامية، دولة إسلامية في لبنان تابعة لولاية الفقيه، لكنه بعد ذلك بحسب الواقع غير من وجهة نظره، يتعامل بفقه الواقع. إيران الآن لاعب سياسي إقليمي شريك يجب أن يكون مع الغرب. اليوم هناك زيارة سيجريها الرئيس النمساوي، وهي أول زيارة لرئيس أوروبي إلى إيران منذ 11 عاما. قبل يومين وزير الخارجية البريطاني هامون ذهب إلى طهران وأجرى لقاءات. تأثير ذلك على لبنان سيد نجاح، في جريدة أقول لك كل هذه الأمور هي ستؤثر ليس فقط على لبنان بل حتى على سوريا، لأن سوريا أكثر أهمية من لبنان في المفاوضات السياسية التي تجري خلف الكواليس. عندما تحل المسألة السورية فإن المسألة اللبنانية ستكون محلول تحصيل حاصل، لكننا قد نشهد انفراجات قبل حل المسألة السورية بشرط أن يحصل اللقاء المهم بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي المزمع ربما في نيويورك. طب نسمع كلمة أخيرة منك سيد نجاح. الحوار الإيراني الخليجي يعني فقط اللي تعرقله حاليا المملكة العربية السعودية. طيب هاي وجهة نظرك. على كل حال كلمة أخيرة، هناك بعض المحللين ذهبوا إلى ومن يعتمدون على معلومات كما تقول أنت سيد نجاح بأنه إيران ذاهبة إلى الحفاظ على النظام ومقابل مقايضة على بشار الأسد، هذا ما تحدثوا به، وحتى يحذرون السوريين من الانخداع بذلك في عجالة. إذا سمحت آخر يعني كلمة أخيرة لأعود الأستاذ لقمان أستمع إليه. يعني لا شك وافق الأستاذ نجاح على أن جنون العظمة الإيراني قد تصاعد بعد الاتفاق النووي، وأن جزءا من جنون العظمة هذا هو محاولة إنقاذ بشار الأسد، وهو محاولة فرض رئيس للجمهورية في لبنان. ولكن أظن بأن الإيرانيين يكتشفون بأنهم ميدانيا سواء في سوريا أو في لبنان غير قادرين على تحقيق شيء من بنود جنون عظمتهم هذا، وأنه حتى لو استمر الفراغ في لبنان وحتى لو استمر حزب الله في محاولته التسلق على النفايات لتنفيذ أجندته فسوف يبوؤون بالخيبة والفشل. سيد نجاح، مسألة المقايضة بين يعني التحرك الذي يحدث الآن في الأرض اللبنانية على التحركات هذه وما بعدها قد يكون تمادي بعض الأطراف المحسوبة على إيران، قد يكون له علاقة بحسب محللين ومصادر له علاقة بمقايضة ما، إرضاء إيران في لبنان لأن سوريا لن يكون لها أي دور. كلمة أخيرة سريعة إذا سمحت أستاذ نجاح. نحن فقدنا الاتصال مع السيد نجاح، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد نجاح. نحاول معاوضة في آخر دقائق المتبقي لنا من الوقت معاوضة الاتصال إذا كان ممكنا. سيد لقمان، هذا الطرح هل هو فعلا مسألة ترك الحبل يعني على لا أظن بأن المقايضة تجري وفق الحدود الجغرافية التي تفصل لبنان عن سوريا. كلنا يعرف بأن المشروع الإيراني لا يريد سوريا كلها ولكنه يريد لبنان كله، وهذه هي المقدمة التي يجب أن ننطلق منها. إيران تحاول أن تضع يدها على لبنان بكل الطرق، سواء بالطرق الناعمة أو بالطرق الخشنة، ولكنها في سوريا لا تريد إلا الإقطاع الذي أو لا تريد إلا اقتطاع منطقة تصلح لأن تكون امتدادا للبنان. وبهذا المعنى فأظن بأنه الإيرانيون نعم مستعدون للمفاوضة على مصير الأسد وعلى نظامه، ولكنهم غير مستعدين للمفاوضة على بعض سوريا كمنطقة نفوذ تكون امتداد لغرفة عملياتهم اللبنانية. نحن انتهى وقتنا على كل حال، وحاولنا معاوضة الاتصال مع سيد نجاح ولكن للأسف يبدو مشكلة من المصدر في الاتصال. نعم. مع نهاية الحلقة اليوم من زاوية حرجة في لبنان ثورة أم ماذا، أشكر ضيفي معي الكاتب الصحفي اللبناني لقمان سليم، وكان معنا الكاتب الصحفي العراقي نجاح محمد علي. نشكر طيب متابعتكم مستمعينا، كان معكم في الهندسة مهند القصوص وفي الإخراج حسني سلامة والإشراف فارس الذهبي. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حازم العريضي، نلتقيكم في نفس الموعد الخامسة مساء بتوقيت دمشق أيام السبت والاثنين والأربعاء. إلى اللقاء.
زاوية حرجة مع حازم العريضي. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.